الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 19 من سلسلة دروس شرح مختصر المناق، قال: فصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح أن ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لا يعلم فمباح. تحدثنا في دروس سابقة عن السنة النبوية، ومما يتصل بالسنن، هنا الشيخ يقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به الأفعال. إذا قلنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ما المراد به؟ الأفعال الاختيارية الصالحة للاقتداء، يعني أفعال اضطرارية مثلا، هذا ليست واقعة تحت التكليف. لا، أيضا أشياء لا يصلح أن نقتدي فيها، مثل الخصوصيات التي جاءت كجمعه بين أكثر من أربع عليه الصلاة والسلام، أو وصاله الصيام، وهكذا. وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. طبعا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الحرام لأنه قد عصم منه، فمن العصمة الواجبة للأنبياء ألا يفعلوا الحرام، فضلا عن الكفر والعياذ بالله يستحيل في حقهم. طيب، أين المكروه؟ المكروه التحريمي، هذا ملحق بالحرام فلا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. المكروه التنزيهي، النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من أجل أن يبين لنا أن هذا ليس حراما، ففعله تشريع، إذن هو في حقه ليس مكروها، في حقه جزء من التشريع، يعني أقل ما يقال فيه مباح، بل ربما يندب وهكذا، يعني لا يقال فيه مكروه. لماذا؟ لأنه فعله تشريعا حتى لا يعتقد الناس وجوبه، فلا يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام الكراهة ولا الحرام. الفعل ذاته صورة مثل شربه واقفا، وقد نهى عن الشرب، شرب واقفا عليه الصلاة والسلام ونهى عن الشرب، فدل هذا على المشروعية. إذن أراد أن يعلم الأمة أن الشرب واقفا ليس حراما، وعلى هذا ففعله تشريع، والتشريع يثاب عليه عليه الصلاة والسلام، فهو قربة في حقه، وإن كان غير مستحسن في حقنا نحن. وأيضا قضية الواجب، الواجب الاصطلاحي عند الحنفية أيضا غير متصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيش يعني ما هو الواجب الاصطلاحي؟ ما ثبت بدليل فيه شبهة. أين الشبهة في فعل في الدليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شبهة، فإما شيء فرضه الله تعالى عليه، أو شيء مستحب، والواجب هنا واجب وفرض، يعني لا يراد به الواجب الاصطلاحي قطعا. طيب، ما المراد به؟ يعني أحيانا العلماء يعطفون آه
الأشياء المترادفة لأنها تحصل معنى إضافيا لا يكون لكل واحد منهما على انفراده، كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان. فجمع المترادفين أحيانا، طبعا على القول بالترادف، لأن هناك من العلماء من لا يقول بالترادف، يقول لا، كل هذه أشياء كلمات لها معاني جديدة. فالواجب والفرض في اللغة قد يكونان مترادفين، وإن كان حنفي يقول لا ليس مترادفين، لأن الفرض أشد، فرض يعني قطع، ووجب يعني سقط، لكن قطع أشد. وعلى كل حال لا يثبت شيء، يعني الشبهة ليست عند النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا، الشبهة عندنا. بل حتى أقول لكم شيئا، يعني حتى هذا الواجب الاصطلاحي إذا سمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد واجبا في حقه، صار فرضا، لأنه انتفت الشبهة، سمعه مباشرة، أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد ظن خبر المعصوم حتى وإن كان واحدا قطعي. إذن الواجب الاصطلاحي متصور في حق من بعد الصحابة، حتى في عصر الصحابة ليس متصورا إلا لصحابي لم يسمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء فيها، يعني في أفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح يعني عندنا الحنفية أن ما علم، أن كل ما علم وقوعه منها، من هذه الأفعال، على وجه، يعني على صفة يقتدى به كما وقع، يعني فعله النبي إذا نفعله، فعله على سبيل الوجوب إذا هو واجب، واجب، فعله على سبيل الندب فهو مندوب، فعله على سبيل الإباحة فهو مباح. إلا إذا قام دليل الخصوصية، كما قلنا من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. وما لا يعلم، ما لا يعلم يعني ما لا يعلم على أي وجه فعله النبي عليه الصلاة والسلام فمباح، لأنه تيقن أنه مباح. يعني هل هو مندوب؟ هل هو مباح؟ إذا ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام فأقل ما يقال فيه إنه مباح. نعم، يعني مثلا عق النبي عليه الصلاة والسلام العقيقة، فهذا أقل ما يقال فيها مباح. هناك من الفقهاء من قال إنها مندوبة، نعم، وهكذا، لكن أقل الدرجات أن تقول إنه مباح. فلا الحرام متصور في حقه ولا الكراهة متصورة في حقه. فإذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفعل ونهى عنه، نهى عن فعل وفعله، إذن تعلم الآن جازما واحدا من أمرين: إما أن يكون هذا من الخصوصيات، خاصة إذا كان النهي جازما، كالجمع بين أكثر من أربع، هذا نهي جازم قاطع في القرآن جاء، وبالسنة المتواترة ولم تخالف فيه الأمة، فهذا رأينا النبي فعل خلافه، قام عندنا دليل الخصوصية فنقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يقم عندنا دليل الخصوصية فنقول إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا الجواز، فهو في حقه قربة أو على الأقل مباح، وفي حقنا مكروه لأنه نهى. وعندنا قاعدة: إذا تعارض القول مع الفعل قدم الفعل، لأن القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية والقول لا يحتملها. قال: والصحيح، وشرع متحدث عن شرع من قبلنا، قال: والصحيح أن الشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا. إذن الصحيح عندنا الحنفية، أو عند جمهور الحنفية إذا أردت الدقة أكثر، أو عند الأكثرين،
أن شرائع من قبلنا تلزمنا. لماذا يقصها الله تعالى علينا ثم لم يأتي ما يخالفها؟ يعني جاءت في كلام الله تعالى، والله تعالى أخبر أنه يعني أنه قد شرعها لمن قبلنا. طيب الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنستصحب الأصل. وأيضا جاءت آيات مثلا فبهداه مقتده، لكن هنا قيد: إذا قص الله ورسوله من غير إنكار. قص الله ورسوله يعني وجدنا اليهود والنصارى يفعلون أشياء وأشياء موجودة في شرائعهم ولم يخبرنا بها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نستطيع أن نقلدهم لأننا نهينا عن مضاهات أهل الكتاب. فلا نقلد أهل الكتاب، أما إذا شيء فعلوه وقد جاء في كتابنا أو حتى جاء في كتابنا وهم لم يفعلوه، قد تجد أحيانا في القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الشرائع موجودة عند اليهود ثم تجد اليهود لا يفعلونها، قد يكون من تدليسهم، قد يكون من عبثهم ولعبهم. ولاحظ مثلا قصة الرجم، أخفيا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجودها في التوراة، إذن هم عطلوا الرجم سواء اليهود أو النصارى، كلاهما موجود عنده الرجم، عطلوها قبل أيام النبي، يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت معطلة وهي في شرائعهم في دينهم. نعم، إذن لابد أن يكون في مما قصه الله ورسوله، وأيضا لابد أن يكون من غير إنكار، فهذا شريعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فنعمل به على أنه شريعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. واستدل الإمام محمد على قضية المهايئة، يعني هل يجوز أن يكون عقد يوم ويوم، يوم نعم ويوم لا مثلا هكذا، فأتى بالآية: لها شرب ولكم شرب يوم، يعني فهنا يعني ناقة سيدنا صالح، ناقة سيدنا صالح مع قومه، كان يعني القرآن قد قص أنها كانت مهايئة، يوم للناقة ويوم لثمود قوم صالح. نعم، والأمثلة كثيرة في الكتب. يعني إذا شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا لم يرد ما يخالفه. إذا أردنا نحرر محل النزاع فنقول إذا جاء ما يخالفه فهو بالإجماع مردود في الشريعة اليهودية والنصرانية. في أشياء جاءت مثلا تحريم نكاح بنت العم، هذا عند اليهود ممنوع، عندنا مباح، فلا يجوز تقليدهم فيه. أو مثلا ما قصه الله سبحانه وتعالى من المحرمات على بني إسرائيل، قد حرم عليهم أشياء، الشحوم إلا ما حملت الظهور، هكذا الآية المذكورة، الآية التي ذكرت هذا، فنحو هذا كله عندنا حلال فلا نلتفت إليه. إذن إذا جاء في شرع، حتى نبين المسألة، لابد أن يقصه الله ورسوله، فما قصه اليهود والنصارى في كتبهم لا يلزمنا، ولكن ليس يجب علينا أن نكذب، بل لا يجوز لنا أن نكذب خاصة في القضايا التي يعني ليس فيها مخالفة. ذكروا أشياء، ذكروا أسماء أنبياء، دانيال عليه السلام، ما في عندي دانيال عندي هنا في كتبنا، شيث عليه السلام هكذا قالوا، فماذا نقول؟ هم أنبياء أو لا؟ لا ننكر نبوتهم لأنه قد يكونوا أنبياء، وأيضا لا نثبتها لأنه لم تأتي في شريعتنا، فنقول آمنا بهم إن كانوا أنبياء. وكذلك الأحكام التي لم
يأتي في شريعتنا ما يكذبها ويخالفها، قد تكون شرائع منسوخة، نعم، لكن لا يجوز أن نقلدها. إذن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا لم يرد ما يخالفه، أو ليس شرعا لنا هو قول آخر، وعليه غير الحنفية أو الشافعية على الأقل. قال: تقليد الصحابي. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. تقليد الصحابي على من؟ طبعا هذا كلام فيه تفصيل وليس على إطلاقي، حتى نفصلها في هذا الكلام نقول: أولا اجمعوا الصحابة فهو حجة قطعا، اجمعوا الصحابة حجة قطعا قولا واحدا ولا خلاف فيه ولا نزاع، يعني لا خلاف معتبر. طيب، اختلاف الصحابة، لاحظ عنصر الاجتهاد موجود، الصحابة اختلفوا، ولذلك إمامنا الإمام الأعظم رحمه الله يقول: إذا اتفقوا لم أخرج عن اتفاقهم، فإذا اختلفوا تخيرت من أقوالهم. إذن هو يتخير، إذن هو مجتهد يختار من أقوال الصحابة. طيب، الصحابة اختلفوا على قولين أو على ثلاث أقوال في المسألة، فليس لك أن تخالف الصحابة، ليس لك أن تخالف، أن تأتي بقول جديد لا يعرفه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الفقه أو حتى في العقائد أو في غير ذلك. يعني مثلا حينما جاءت المعتزلة وأنكرت الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لم يعرفه الصحابة، يعني ما جاء عن صحابي واحد إنكار الرؤية، صحابي واحد لم يقل هذا، فكيف يعني أنا أتبعهم في أمر ما لا تعرفه الصحابة؟ إذن إجماعهم حجة عند الجميع، اختلافهم يتخير المجتهد من أقوالهم، لاحظ هناك عنصر الاجتهاد هو الذي يختار من أقوالهم. هنا قال: واجب يترك به القياس. واجب يترك به القياس، المراد بالقياس هنا ما هو؟ القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل. أنت ماذا تفعل الآن؟ عندك أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعندك قياس، يعني أنت تلحق فرعا بأصل، وعندي في قول الصحابة لا، قول الصحابة أو لا. وطبعا هناك تفصيل لا يتسع له هذا المختصر، بينا مرارا وتكرارا في أشياء أيضا خارجة عن محل النزاع، قول الصحابي فيما هو له حكم مرفوع، وهذا الذي يقصده الحنفية ويسيرون عليه، كقول ابن مسعود في مدة الحيض، قال هذا من مقدرات فلا يكون بالرأي هذا. فإذا هنا تركوا به القياس، تركوا به القياس. فهنا إذا كان الصحابي، إذا كان الحديث الذي رواه الصحابي أو الفعل الذي فعله الصحابي مما، طبعا القول ليس الفعل، فعل يعني قابل للاجتهاد، أما القول الذي قاله الصحابي إذا كان مما لا يدرك بالرأي، كان يحدثنا عن أخبار القيامة والحشر والنشر والأنبياء السابقين مثلا، أو المقدرات الشرعية، أقل مدة الحيض، أكثر مدة الحيض، هذه أشياء لا تدرك بالرأي والاجتهاد، فقول الصحابي في مثل هذا له حكم المرفوع، وهذا الذي يقصدونه. أما الصحابي إذا اجتهد اجتهادا من الاجتهادات فهو مجتهد من المجتهدين، نعم هو أفضل من أقوالنا، ربما نترك القياس لأجله، نعم، لكنه يبقى اجتهادا كما قال الإمام الأعظم: تخيرت من أقوالهم. كذلك إذا روى الصحابي حادثة مثل سبب النزول، وهذا موجه للحكم، موجه لفهم النص،
فسبب النزول أيضا له حكم مرفوع. كذلك الصحابي إذا روى لغة قال هذا معناها كذا وكذا، الصحابة من أهل اللغة، وكل هذه الأشياء يعني ينبغي أن تكون خارجة عن محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ إذا كان الصحابي قد اجتهد اجتهادا من الاجتهادات، يعني مسألة طرحت أمامه فأفتى فيها هكذا برأيه. فهنا دائما إذا قلنا واجب يترك به القياس، هذا ليس واجبا على المجتهد. المجتهد لا يعنيه من أقوال الصحابي إلا ما له حكم مرفوع، ما له حكم مرفوع. نعم، هذا كالدليل الشرعي. أما قول الصحابي الذي علم أنه مجتهد فهذا اجتهاد، يقلده يقلد الصحابي، مقلد مقلد ليس مجتهدا. نعم. قال ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح، كذلك التابعي. وأيضا فيه خلاف، وهذه الأقوال تجدها قول عند الصحابي، قول الصحابي وقول التابعي عند الحنابلة، تجد أشياء من هذا عند الإمام أحمد مروي عنه شيء من هذا، هذا عندنا هنا، لكن هذا الكلام لبعض الأئمة. يعني شيخنا الشيخ علي جمعة حفظه الله تعالى له كتاب عن الاحتجاج بقول الصحابي، قال لي شفاها، يعني قبل أن أخذ الكتاب أو قبل أن أقرأ الكتاب قال لي شفاها، يعني بعد البحث في مذاهب الأئمة جميعا أستطيع أن أقول إن قول الصحابي ليس بحجة قطعا عند الجميع. يعني أثناء التحقيق، أثناء البحث العلمي، تجد أن قول الصحابي المجرد الذي هو فقط لأنه صحابي هذا ليس بحجة، أما قول الصحابي الذي له حكم المرفوع فهذا قد تحدثنا فيه، وهذا حجة لا لأنه صحابي، لأن الصحابة أصلا كسائر الأمة هم مجتهدون علماء، وهناك من الصحابة من هو عوام عامي، إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ روايته، أما الرأي فيكون لأهل الرأي منهم، هناك أئمة مجتهدون. ولذلك إذا لم نجد في الباب إلا قول الصحابي، هذه أيضا قضية، لم نجد في الباب إلا قول الصحابي، ولعل هذه المسألة هي المرادة هنا، لم نجد إلا قول الصحابي أو القياس، وهذا الذي تشير إليه عبارة الشيخ، فماذا نفعل؟ لا، نقدم الصحابي على قول القياس، على القياس. ولذلك تجد مثلا شاع الاستدلال بأقوال الصحابة، شاع الاستدلال بالعهدة العمرية، وهو الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب لأهل القدس في التعامل مع غير المسلمين، وأيضا في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. نعم، أشياء من هذا، هذا كثير، يعني حتى صنف العلماء، صنف مثلا ابن أبي شيبة وصنف عبد الرزاق كتبا تجمع فتاوى الصحابة لأجل هذا الغرض. بعد ذلك سينتقل إلى موضوع الإجماع، هذا نرجعه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ومن عنده سؤال فليتفضل نجيبه عن أسئلته.